الحبيب ابن الحبيب اخوي محمد زكي حسني. نورتنا حبيبي، شكرا لكم على التسليات اللي قدمتوها. الله يحييك بالعافيه. يعني معقول يهزمك كذا؟ يا بالراحة صايمة. يا سلام يا سلام. صايمة صايمة صايمة. عم حسن، أنت قلت ما شاء الله عندك بيتين في البلد. طيب ليش ما بعتهم زي البقية وهجرتهم؟ لا والله هذي هذول طبعاً يعني إحنا طبعاً ورثنا من الوالد. أنا أقول طبعاً ورثنا على الوالد أشياء كثيرة الحمد لله، ولكن هذه بالذات البيتين عن الجد. ما شاء الله. يعني عن الجد بالفعل. محسن كم عمر البيتين؟ حتى والله أكثر من 100 سنة. ما شاء الله. وعندي صك البيت وأوريكه. وكيف البنى حق لازال قوي؟ البنى طبعاً إحنا كل تعملها ترميم صح؟ أو كل 20 سنة تقول؟ والله إحنا كل 20 سنة، ولكن الآن في الفترة دي إن شاء الله ناويين نرمي إن شاء الله. إن شاء الله. ونظهر بالشكل. أوروبا لتصدير الأقمشة والتوابل مثل ما تفضل، هل كان له تأثير على جدة؟ وهل كانت هي ميناء؟ تعنيك منطقة البلد ترى؟ هذه بيت يعني تحبيت. ما شاء الله. تقولك الساحل كله. بلد حرف اليمن. ما شاء الله. بلد حرف اليمن. أشياء جميلة في المهرجان إنه في جانب ثقافي عبارة عن تطبيع بعض الكتب. اليوم راح نقول لكم صدفة وفي كتاب دكتور عبد الله تحلى. بريك. دكتور عبد الله دحلان يقدم لي اهداء خاص لكتابه الجديد. شكرا دكتور. التقيت في المهرجان اخوي منصور الزامل. ما شاء الله تبارك الله صاحب مصر جدا ويوم الحلوه في المهرجان. نورت اخوي منصور. الله يكرمك النور نورك يا حبيبي. سعيد اخوي منصور. والله انا اسعد، وكلمه يعني لابد ان اقولها بحق هذا الرجل حبيبي، رجل العلاقات العامه الاول. شكرا لك اخوي منصور. والله حقيقه ما تقوم به من ربط الناس في بعض هذا اجر عظيم جدا لك. شكرا لك. شكرا لك. اللي ملاحظه في المهرجان عن المهرجانات السابقه انه ما شاء الله تبارك الله المهرجان جدا كبير والأنشطة مختلفة. واحلى عودة من جارنا الحبيب هذا. أخيرا شفنا. هلا 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 والله. أخوي ماجد، ليش الناس يقبلوا أكثر مع العطور الشرقية في رمضان؟ على أساس أنت عارف أن العطور الشرقية لها روحانية. تفضل أخوي ماجد. ففي رمضان الناس يحبوا يستخدموا العطور الشرقية أكثر حاجة. لأنها روحانية، الواحد من يجرى حرم ولا أثناء السحور. صار بايعة في المهرجان، ايش تبيعي؟ سلطة بالمكرونة. سلطة بالمكرونة؟ يعطيك العافية. نكمل التغطية مع سوق الجمعة اللي ما شاء الله يحتوي على محلات وبقالين، أقول لكم إياها بعد شوي. طبعا الإضافة الجديدة في هذا المهرجان على المهرجانات السابقة إنهم عاملين سوق الجمعة، عن جد سوق جدا رايع وفي له أشياء كثيرة.
منجم الشخصيات اللي قابلتها في المهرجان الدكتور عبد الغني ميرا. الله يحييك يا عبد الله، وفرصه طيبه ونعم تفضل. شرف لي يا رب، شرف لي، شرفني بك. ما شاء الله الوزراء بتروح الثروة المعدنية أحمد زكي أماني وهشام ناظر والعيمي والفاكهة. شوف هذه السيارة لقيتها في مدخل وكالة الوزارة، شكل من السيارات القديمة اللي كانوا يسوون بها جولات عشان يكتشفوا البترول في الصحاري. هذه اللي أصبحنا نكبر فيها كل سنة، ومستقبل وأمان.